دورة المجلس دائما تطرحت قضية تاع شركات التنمية المحلية، ولكن المرة في الشق المالي دائما يعني المجلس يدخل أموال في هذه الشركات تاع التنمية المحلية، علما أن شركة التنمية جات لتدبر المرافق. إذا كان تيقول بدوي إذا كان نعطيو الشركة التنمية، اللهم الجماعة تكلف بهذه المأموريات اللي تتكلف بها شركة التنمية المحلية. أنا مرارا وتكرارا كنقول الأول لتقييم التجربة ديال شركة التنمية المحلية. شركة التنمية المحلية واحد النموذج ديال التدبير الجماعي، ماشي هو الكمال باش نتفاهموا، لانه كان تدبير مباشر شويه التدبير المفوض. انا حنا في شركه التنميه المحليه خصنا نديروا واحد التقييم، بطبيعه الحال راس المال ديال شركه التنميه المحليه مقسوم ما بين الجماعه والشركاء اللي غيدخلوا في هذا راس المال. اذا حنايا الا كنا غندبروا قطعات معينه ضروري من دخ الاموال، ما يمكنش تتكلم على تدبير وحده ترابيه دون ميزانيه. الاشكال المطروح هو هاد المقدار ديال هاد الاموال المدخه في جسم هاد الشركه هادي، والتصور اللي حكم العمل والشراكه معها. هاد شركه التنميه باش نتفاهموا راه ماشي بديل ولا عوض عن المنتخبين، لا بالعكس، راه واحد المتمم ديال العمل، المدبر الحضاري اللي حنا مثلا في الدار البيضاء مثلا حنا عندنا واحد المجموعه ديال شركات التنميه المحليه. صحيح هاد الشركات كتكلفنا ميزانيه ثقيله، خاصة نجلسوا ونديروا واحد التقييم اللي هو موضوعي وعلمي، ونشوفوا الامور فين غتوقف، وعلاش لا نشوفوا اليات اخرى ديال التدبير او نستمروا في نفس النهج ديال التدبير. وهو بطبيعه الحال كاين في اطار اتفاقيه الشراكه اللي كاينه مع هاد، وفي الادوار اللي كتقوم بها بطبيعه الحال الشركات ديال التنميه المحليه، وبطبيعه الحال الشركات ديال التنميه المحليه كتحاول ما امكن تنفذ البرامج ديال الجماعه، وبالتالي من الوقت اللي كيكون مثلا شي تعثر في شي برنامج من البرامج وكتحتاج على اساس انه الدعم باش تكمل هذه المشاريع، والا غتبقى هذه الحاله اللي كاينه عليها مدينه الدار البيضاء، معرقه للسير التنقل، الاوراش واقفه، المشاريع واقفه، كل شيء واقف. انت ملزم على اساس انه الشركه ديال التنميه المحليه اللي تكلفت بشي مشروع على انه تواكبها وتحاول ما امكن تبقى دائما كتوفر لها الامكانيات باش تكمل بطبيعه الحال المشاريع اللي هي مبرمجه. وموضوع شركه التنميه المحليه الا تبعته، انا عبد ربي فتحت فيه نقاش كبير وطالبت فيه مرات كبيره باننا خصنا نراجعوا علاقتنا مع شركه التنميه المحليه. وللاسف ان السيده العمده في الدوره الاستثنائيه التزمت بشكل رسمي اننا غنعقدوا دوره استثنائيه خاصه بهذه النقطه باش نراجعوا علاقتنا بهم. للاسف ما تمكناتش وما عقدتش الدوره، وحنا وصلنا لدوره فبراير، وللاسف حتى النقطه اللي كاينه ديال العلاقه مع شركه التنميه المحليه جات فارغه وتم تاجيلها، وهذا كيبين عدم قدره الاخوان في المكتب على مناقشه هذه النقطه ديال الشركات اللي اصبحت تغول اكبر من مكتب مجلس مدينه الدار.